تلتقي المشاهدين الاعزاء القاهره ايضا، لكن هذه المره من داخل مجلس النواب. ينضم الينا الزميل محمد بهاء حيث يشهد انعقاد مجلس النواب الجلسه الاخيره من دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الاول. اهلا بك محمد في هذه الجولة. في التاسع من يناير القادم سوف تنتهي بشكل رسمي أعمال هذا المجلس تمهيدا لبداية فصل جديد لمجلس جديد تم الانتهاء من الانتخابات في الأسبوع الماضي. حدثنا عن جدول أعمال هذا المجلس أو هذه الجلسة اليوم، وهل هناك أي إجراءات لإنهاء أعمال هذا المجلس؟ نعم همام، هي الجلسة العامة الثالثة في دور انعقاد الفصل الثالث أو دور الانعقاد السادس والأخير والمنقوص في الفصل التشريعي الأول لأعمال مجلس النواب 2015، ووفقا للدستور هي الجلسة العامة الأخيرة قبل الإعلان عن فض البرلمان، برلمان 2015 كما ذكرت في التاسع من يناير 2020، وبعدها مباشرة في العاشر من يناير يبدأ أعمال برلمان 2020 بتشكيلها الجديد بدعوة من السيد رئيس الجمهورية. كما سألت جدول أعمال جلسة برلمان اليوم بتضم مناقشة أو طريقة إعداد مناقشة خمس اتفاقيات، لعل أبرزها هي طبع هذه الاتفاقيات سيتم طريقة إعدادها وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. لعل أبرز هذه الاتفاقيات هي تقرير اللجنة المشتركة الصادر عن لجان العلاقات الخارجية والطاقة والبيئة والدفاع والأمن القومي بشأن القرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن موافقة على اتفاق بين مصر وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. هناك اتفاقية أخرى حول طريقة إقرار الموافقة عليها، وهو القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز الشرق المتوسط، وثلاث اتفاقيات أخرى موضوعة على جدول أعمال الجلسة اليوم. لكن في المجمل همام، مجلس النواب في دورات انعقاده الستة خلال الفصل التشريعي الأول أقر عدد كبير من القوانين والاتفاقيات الدولية، وصلت هذه القوانين إلى 891 قانونا بإجمالي عدد مواد يصل إلى 10556 مادة. لكن وصلت عدد الاتفاقيات الدولية التي تم مناقشتها والاتفاق عليها في مجلس النواب إلى 208 اتفاقية دولية، وأدوار الانعقاد الستة يعني احتل منها دور الانعقاد الخامس والسادس المركز الأول في عدد القوانين التي أقرت. لعل الجلسة العامة همام بعد قليل ربما ستبدأ بعد اكتمال النصاب القانوني، وكما ذكرت لك سيتم مناقشة هذه الاتفاق الدولية. وكلمة شكر بالطبع من رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لأعضاء مجلس النواب بالطبع، وكلمة أيضا وداع. أعود إليك مرة أخرى بالكلمة. إذا مجلس النواب ولجان المختلفة تعمل على مدار الساعة حتى اليوم الأخير، حتى الساعة الأخير من مدته الدستورية. ربما منذ وقت وأمد طويل لم نشهد أن مجلس النواب يشهد فصل سادس أو دور انعقاد سادس كما نشهده في هذا المجلس الذي ربما كان يعول عليه كثيرا في استكمال البنية الأساسية التشريعية لمصر وما تحقق بالفعل طوال الخمس سنوات الماضية. شكرا جزيلا لك محمد باء مراسلنا من داخل مجلس النواب، ونستكمل هذه الجولة مشاهدينا الأعزاء بعد فاصل قصير.